صباح الخير. هذا اليوم رقم 97 في هذه الرحلة. هذه هي البلاصة اللي ناس فيها اليوم. هذه البلاصة رائعة. هذا الشجر ديال التفاح، لكن هذه ديال القرقع دي اللي متكي عليها. ومهم هذه البلاصة هذه كاين حداها واحد العين، ولكن دابا ما قدرتش نصور، حيت كاينين العيالات تما كيصبنوا. داك العين كيقولوا ليه اغبالو. كاين واحد الدوار هنا قريب، ديك الدوار سميتو تيميت. دابا راه كنوجد الفطور حتى هو كيتشحر. انا دابا خرجت من ديك البلاصه اللي نعست فيها، كنت بغيت نصور العين، عين اغبال، ولكن كاينين العيالات تما، كاين بزاف ديال العيالات كيصبنوا. بقيت كنتسنى، ولكن والو كيمشي وكيجيو عاوتاني وحدين اخرين. صافي قلت من الاحسن نتحرك من ديك البلاصه ونشوفوا شي بلاصه اخرى. هذه هي الهضبه السعيده ايت بوغماز. دابا غنطلع لهاد اكادير، اكادير سيدي موسى، ولكن هاد المنطقة هادي كيقولوا ليه اغرم ماشي اكادير. يعني غنطلع لاغرم سيدي موسى. الباكطاج ديالي خليته لواحد مول الحانوت هنايا في هاد الدوار، ونشوف واش غنلقاو شي واحد تما ولا لا، ونشوفو شحال باش كيدخلوا للمخزن، مخزن سيدي موسى. هادي هي الطريق، وهادي هي لافالي. واو، الناس اللي غايجيو لايت بوغماز كنصحكم طلعوا لهاد البلاصه هادي، واحد المنظر من هنا رائع. واو هادشي جميل، شوفوا الشكل ديال الديور هنا، الخضوريه شي رائع، خصوصا ديك الجبل راه هو تا هو فيه مخزن جامعي الفوق. انا قررت نوصل لمخزن سيدي موسى، اكادير سيدي موسى. الدخول بالاداء، هذا هو اكادير سيدي موسى اللي قيس 34 تلبيت. السلام عليكم. كاين 34 بحال هادو. هذا ضريح؟ ضريح؟ ها هو الضريح. البيت ديال الضريح. دي البيت ديال الدار. هذا الدروج ديال البيو ديال الشومبر ديال الفوق. هذه الكوزينه. ايه فين تيجيبو؟ هذا هو هذا لاتيراس الصغير. ماشي رائع. لاتيراس ديال سيدي موسى فاش كان باقي حي. وهادو؟ هذوك الستراو ديال ديك الساعة. ديال الناس القدام. ديال الناس القدام، ما جابو الماس. ديال الشوف القدا ديال البرد. وسروال كبير نايت. سروال كبير وها الصباط. تتسمى تنقول حنا افركس.
أوركس أبوركس 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 آه. هذا هو الصباط القديم، البريم اللي تحت والصوف من فوق الرجل. واه الصحة والعمل. آه وهذاك السيد هذا السيد كان جارديان ده هنا، مات مسكين تقريبا شي 5 سنين ديال باش مات. آه الله يرحمه. هادو تقاشر ديال هذا التقاشر الصبيع. ديال الخيط، آه دوك اللي كيستعملو ديك الساعة، الجلابة، الجلابة الكحلة. هذه هي المدرة، المدرة ديال الخشب باش تيقلبو الشعير. هذه هي المدرة ديال سميتو ديال الخشب، هي كتسمى طاسكة ديال هادو ديال الزربية، الصوف. ديال الزربية. اه دي باش كيدوكوها، هادو كيتسمو المشطن تسغناس، هادو هما القدام المشطن تسغناس، تا هما ديال الصوف اه كيخدمو بيهم الصوف. هادو باش كيخدمو في اللول. اه هادو راه كاينين حاليا تنقولوهم المشطن، هادو ديال الصوف. ديال الصوف شي جميل. هذا كيتسمى ازدي، كتصيب به الخيط ديال الزربيه. والصوف ديال سميتو ديال الغنم ديال البلديه ماشي الروميه، يعني ديال البلاد. اه الصوف المحلي. هذه كتسمى بوحبه القديم، باش كيدبزو ديك الساعه. هذيك كتسمى اللوح، ديك اللوح ديك باش كيصيبو الزرع. هذيك كتسمى بشلحه اولو، اولو حنا كنقولو اكولو حراس بحراس. هذيك كتسمى بشلحه تريال تريال. كتجي هادو اصل ديال اللوطو تيديرو فيه مك الضو ديال ديك الزمان، راه تيخدمو غير في الطين ديال الطين. هادي تيسكيوها من العين، هادي قصرية ديال الطين، هادي الجبانية ديال الطين. هادي تيديرو فيه سميتو السمان ولا بحال هكاك. هادا ديال القصبان، الجمر ديال القصبان. وهذا هذا ديال الكيسان. بحال قلتي الطاولة الصينية، الصندوق ديال الكيسان. هادي كيخبيو به شي حاجة بحال شي وراق بحال. راه معروف هذا الرابوس، يا الرابوس معروف، راه الدواز ديال اللبان الحليب. الدواز ديال العود. اللي كتسمى تفردوت مهرس مهرس. هذا المجمر ديال البراد، هذا الصغور، هذا المجمر ديال المقراش. هذا ديال الحليلة، مرات بحال قلتي جميلة. جميلة ديال شحال؟ الطاجين. هادي مقرة ديال الخبز. هذا ديال السكسو، هو الكسكاس. كسكاس عارفين كيديرو الخضرة والقدرة والماء. هذا راه كيتسمى أصفرض. شناهو؟ أصفرض، هذا ديال الثلج. كيحيدو به الثلج. وهذا هذا المهراز ديال فوق الضلا، اللي كتقطر الضلا بالماء. القرا ديال الكولارد تقول المكرز، هذا المكرز، هذا اصفر. وهادو هادو راه كاين حاليا الصبادين، الصبادين اللي كيلبسو ديك الساعه في الجبل تقولو ايدوكان، مصيبين بالجلد. الجلد والفم اللي تحت، جلد صحيح. ايوا سيدي شكرا لكم على وجهي. هذا راه الرحى، تقول لي ازرق. يا ترى كطلع لفوق الدروج ديال الهول. هذا راه تيديرو فيهم اللبن ولا الحليب. دابا كديروا الترميم واخا داك. نديروا الترميم ديال تصاوبوا في البيبان ان شاء الله. هذه كما قلت لك راه الصالون ديالهم، هذا الصالون. صالون صالون كبير، هو الصالون. دابا ودي كان على شي حاجه تجي ديك الساعه تجمعوا هنا. دور البروش ديال العساسه ديال ديك الجمال،
ديال العسى. فيها اربعة البروجات. فيها اربعة؟ فيها اربعة البروجات تاع النهر. إيه. وهذا اش كتقولوا لي هذا؟ كنقول له إغرم. إغرم؟ إغرم من سيدي موسى. إيه إغرم؟ إغرم من سيدي موسى. البركة القديمة. ياه والشكل ديالو ضاير ماشي مربع. لا ماشي مربع ضاير كامل حيت علاش داروا له هاد الدورة؟ على حسب الريح، إلا جا الريح من هنا تيدوز من نجا، جا من هنا تيدوز من نجا، جا من هنا تيدوز من نجا. داروا له الشكل الانسيابي. وداروا جوج حيوط من التحت على حساب السيبة على حساب الحفير. ياه كاينين جوج ديال كاين واحد راه جوج من التحت. وداروا التقابي على حساب الريح باش تدخل الهواء. ياه الجعابي هذا. ها هو سلمني كامل كيهبطو ديك الساعة، الطاج التحتاني راه كاين جوج طاجات عاد تحت، لتحت سير البيوت ها هو، وراه داير ليه كاملة. هادشي رائع. نطلعو للسطح ياك؟ نورو الطيارة ديالهم. ولكن كاين الريح ما عرفتش واش غتسمعوا شي حاجه ولا لا. الريح مشات بزاف اليوم. ها هما اربعه ديال الابراج، واحد جوج ثلاثه اربعه. ديال الرحام ماشي ديكور، غير ديكور درنا دابا. دابا درتو غير ديكور باش كتستعمل غير الرحى. الرحى ديال الماء هذيك كتكون في وسط الماء، وتكون الشومبر الفوق وتكون فيها الرحى والمسائل ديالو. الزرع هذيك كيدورها تيدور تكون واحد الشعبه ديال الماء كتجي اوفا ديال هادي. ايه كتبقى تضرب فيها الوقت باش يدور كيدور الرحى. هادو باش كي باش تطحن الناس ديال بوكما الشعير والكماع. ديك الساعة كيستعملوا هذاك الرحى ديال الماء. ديك الساعة ديك الماك تي الى راه تشوف حنا ازرق الوامان الرحى ديال الماء. ياه ماشي الرحى ديال ايه وانا راه كتسمى الرحى ديال الماء. غادي كتخدم غير بالماء، كدير ليها كدير فيها الحبوب صافي، كتخدم بوحدها صافي. غير دير الشومبر الفوق كاين واحد اللعبه على هذيك اللي درتي فيها الزرع، وكيطيح بشويه بشويه لذاك الثقبه ديال الرحى. ايه وهذا كيدور تيدور ذاك الرحى. فهمت. دابا غادي نجيب هذاك اللعبه ان شاء الله، ونجيب ليه الرحى هنا باش يتعرف مزيان، باش يشوفوا الناس باش يشوفوا الناس كيفاش كيتخدم داكشي. مزيان. وهادي هي حيت بوكو ماز، ولكن كاين الريح. هادو هما القفول ديال الناس، ديال الناس القدام. هادو هما اللي كيستعملو، والسي سعيد هو اللي كيصايبهم. سيدي موسى. سيدي موسى. ياه غير كلي سنين سكير. هاك كلي نسكري الخير هذا سير زعما الناس نسكري الخير هذا غيكا. ياك بلاتي هنايا ورتا يتقن بزاف لحقاش اردي يشمر. ساروت نسماني ماني ساروت نسا تي سيخ فين زين. هاتي ساروت نسخ تا اللي تيرزم هذا نسيخ تا تيسنرزم زود غير كلي سكرني يمزوره. ياه غيك هذا اللي نسكيري لحقاش ورتا كمل داك اريك الا الباب الا الباب اريك اللي هو اريك اللي دي خفنس اريك قلت وقيونس. هيا غيك هذا اللي نسكير مزيان. غيك هذا شنو فاهم زوره سارتي سكرن او نكون نعقل خدمتنا نعقل فلاس يلا تخدم. ايوا يعاون ربي. اللهم امين اللهم امين اجمع. ايه هادو هما المعدات. ها المنشار ها المنشار ها الحكاكه حتى داير لها سنتينيين جديد
هذا الا سنتيني تماي هو هذا الا سنتيني المنشره بنين هاي المنشره قديم داير لي دي زوار الجبل منطقه تاع دراج المنشره تخي دينو فان كني هو هذا اللي دينو فا داري قديم لحقاش غير الا المنشره لا نغويد لا نغويد كاين المركب من غواد يا حسبي دا سنتيني احسن ولو درتي انت يا سي باش ولكن غادي يقضي كنتي تاع دا سي باش نغواد يدينو فا الاول من الزمان يدينو فا هذا كيسيبو هو سيدي التوايع دابا اللي دوزت هنايا في إغرم سيدي موسى كنت جالس مع دوك الناس صراحة ناس طريفين بزاف بجوج بيهم سميتهم سعيد وكاين واحد السيد واحد آخر تا هو خدام كيدير الترميم وصراحة الناس ديال هنا ديال هاد المنطقة كلها ناس ظريفين بزاف وإيت بوغماز تقريبا من بين اجمل المناطق السياحيه اللي كاينين في المغرب زوينه بزاف شفتي واحد الديكور كيبان من الفوق يا سلام داكشي رائع هادي دابا 7:15 خاصني نمشي نقلب على شي بلاصه فين ندير الخيمه ديالي بلا ملي كنت راجع من اغرم سيدي موسى كنت تلاقيت مع واحد الدري حتى هو سافر بوحدو باغي نمشي نقلب عليه الى لقيتو غنخيم حدا جو زوين دابا هاد قبيله كان صاد كان الريح لكن دابا الجو هو هذاك بزاف ديال الناس ملي كيشوفوا لي فيديو ديالي كيحسب ليهم بلي انا هي كنتمشى غير بوحدي ما كنشوفش الناس ما كنهضرش مع الناس ولكن راه العكس غير دابا عاوتاني شي ساعتين وانا كنهضر مع مول الحانوت وشي ناس لقيتهم تمايا شي ساعتين ودغيا دازت ساعتين ايوا ما كنلقاش كيفاش ندير باش نصورهم ما كنبغيش نصورهم ما عرفتش واش غيبغيو ولا لا بعض المرات كنكون مع شي وحدي كنبغي نصور ولكن ما المهم كنقول يقدر ما يبغيوش نصورهم ولا شي حاجه صافي كندير بالناقص كنعيش اللحظه غير بوحدي يا رائع هنايا هادشي كامل تفاح تفاحه ولا بوعويد ولا الشفرجل كاين حتى البرقوق والقرقاع واللوز اقرض نوزرو البلايك هادو كيديرو فيهم حتى الارتفاع ديال الدوار بحال دابا هذا فيه 1857 في الارتفاع 1857 متر على سطح البحر هادي هي الطريق اللي كدي للمركز دابا انت وقلعة مكون وهادي هي الطريق ديال زاوية تاع حنصال داك الدري كاين في شي بلاصة غير هنا نمشي نقلب عليه ما لقيتش داك الدري وصافي غنخيم غير هنا في هاد البلاصة هادي المهم ما بانش ليا لاطوم ديالي بالنسبة للناس اللي يلا غيبداو التريب يعني أول مرة غيبات في الخيمة
كنصحكم تجيو لإتبو قماز، كاين الأمان بزاف، كتحس براسك بحال بحال غتنعس في الدار ديالكم، واحد الأمان راه بزاف. دابا غنمشي نعمر الماء، كاين واحد الحانوت هنا غنمشي نسولو نقول ليه وريني شي بلاصة فين غنعمر الماء، ونرجع نقاد شي عشية شي حاجة نتعشى بيها.